الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. باسمكم أرحب بطلبة القرآن الكريم الذين معي، حياكم الله يا شباب. في هذه الحلقة سأذكر أحد الأسانيد المتصلة للقرآن الكريم استفاء للفائدة وتتميما لها، ولكن قبل ذلك أود يعني أن أنبه وأبين أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب، يعني ليس هو كتاب تذهب إلى المكتبة وتشتريه ثم تعود به إلى البيت وتقرأه، لا، لا بد للقرآن الكريم من أستاذ يوقف الطالب على ألفاظ القرآن فيقول له هذه تنطق هكذا وهذه تنطق هكذا وهذه تلفظ هكذا، فلا بد من بيان ألفاظ القرآن الكريم من الأساتذة المتقنين الذين تلقوها بأسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فم عن أذن وأذن عن فم من أول الإسناد إلى آخره، وهذه مزية للأمة الإسلامية لا توجد عند غيرهم أبدا، لا توجد أمة تنقل كلام ربها إلى نبيها بالنقل الصوتي سوى هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. الآن يعني سأبين ذلك كيف هذا النقل، فسأذكر يعني مثال لأحد الأسانيد المتصلة للقرآن الكريم من أول الإسناد إلى آخره، فم عن أذن وأذن عن فم من أول الإسناد إلى آخره. فأقول أنا العبد الفقير الذي أمامكم قد قرأت القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره على شيخي وأستاذي الشيخ محمد خليل الزروق، وأخبرني، طبعا هذا الإسناد خاص برواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، وأخبرني أنه تلقى رواية قالون عن الإمام نافع من طريق الشاطبية على شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ العلامة عبد الحكيم عبد اللطيف، وهو عن الشيخ منتهى الأسانيد أحمد بن عبد العزيز الزيات، وهو عن الشيخ عبد الفتاح هنيدي، وهو عن الإمام المتولي واسمه محمد بن أحمد، وهو عن الشيخ أحمد ابن محمد الدري التهامي، وهو عن الشيخ أحمد ابن محمد سلمونة، وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي، وهو عن الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله الأجهري، وهو عن الشيخ أحمد ابن عمر الأسقاطي، وهو عن الشيخ أحمد ابن محمد البنا الدمياطي، وهو عن الشيخ سلطان ابن أحمد المزاحي، وهو عن الشيخ سيف الدين ابن عطاء الفضالي، وهو عن الشيخ ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي، وهو عن الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري، وهو عن الشيخ رضوان ابن محمد العقبي، وهو عن الإمام ابن الجزري رحمه الله واسمه محمد بن محمد، وهو أي الإمام ابن الجزري عن عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي، وهو عن محمد ابن أحمد الصائغ، وهو عن علي بن شجاع، وهو عن الإمام الشاطبي واسمه القاسم ابن فيرو، والإمام الشاطبي عن الشيخ علي ابن محمد ابن هذيل، وهو عن الإمام أبي داود ابن نجاح واسمه سليمان، وهو عن الإمام الداني واسمه عثمان بن سعيد، وهو عن أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو عن عبد الباقي ابن حسن، وهو عن إبراهيم بن عمر ابن عبد الرحمن البغدادي، وهو عن أحمد بن عثمان ابن بويان، وهو عن أحمد بن أحمد بن الأشعث، وهو عن الإمام أبي نشيط واسمه محمد بن هارون، وهو عن الإمام قالون واسمه عيسى بن مينا، وهو عن الإمام نافع ابن عبد الرحمن. وقرأ الإمام نافع رحمه الله على عدد كبير من التابعين
منهم الإمام أبي جعفر واسمه يزيد بن القعقاع، وعلى الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وعلى شيبة بن نصاح وغيرهم. وقرأ أبو جعفر والأعرج على أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش، وقرأ شيبة على عبد الله بن عياش وهم على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ أبي وزيد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سلسلة من العبد الفقير الذي أمامكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلسلة كلهم قد تلقى القرآن عن شيخه من أول القرآن إلى آخره حرفا حرفا بالإتقان والتجديد من رسول الله، بالإتقان والتحرير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العبد الفقير الذي أمامكم. فهذا مثال يعني أحببت أن أذكره حتى نبين ما هو الإسناد المتصل، هل من الممكن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا سند متصل يعني يعرف كل من فيه، فأحببت أن أبين هذا الإسناد. هذا هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم. الآن نتلو التلاوة المنهجية وهي الصفحة 83 بعد 185، فأقرأ ويعيد خلفي الطلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قترة. ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء
أحيطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين جزاكم الله خيرا. نستمع منك إلياس لهذا الوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه. خمل الراء إلياس. يفر الراء مفخمة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. بارك الله فيك. شكرا لكم شباب على حضوركم، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن متابعتكم. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.